مساء الخير للجميع، يعطيكم ألف عافية. مثل ما ذكرنا بمحضر التسجيل أو بالمعلومات عن هذه الويبنار، إنه اليوم من أهم الاجتماعات أو من أهم الأحداث الاقتصادية اللي عم نترقبها هو اجتماع الفدرالي. وصلنا صار لها أسابيع عم نترقب هذا الاجتماع، يعني منذ بدأت يعني كان في عندنا شوي نوع من التخاذل بسوق العمل أو التوظيف من شهرين، ومن بعد القراءة اللي شفناها آخر مرة تقريبا فوق 500 ألف وظيفة، وأيضا أرقام مرتفعة على التضخم. فهذه كلها كانت عم تحمس المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي وكيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع هذه الارتفاعات في أرقام التضخم، وأيضا يعني نمو سوق العمل ولكن ليس بالوتيرة اللي كان عم يتوقع على الأسواق، اللي هي تقريبا حوالي 1 مليون وظيفة. يعني كان في عنا تقرير مخيب للأمال بشهر 4، وتقرير شهر 5 كان جيد ولكن ليس كما توقعت الأسواق. يعني كنا نحكي تقريبا 900 ألف 800 ألف وظيفة، كنا تقريبا بحدود 500 ألف. اليوم الاحتياط الفيدرالي كل الأنظار عم تتجه شو نظرته على الموضوع، وشو المعقول الأشياء بتكون في لها تغيير ويكون في لها وقع على الأسواق. نحن كنا عم نعرف بالفترة الأخيرة الاحتياط الفيدرالي سياسته، فرح نحكي هلا، رح نبدأ المحاضرة بالحديث شوي عن شو هو الاحتياط الفيدرالي للمبتدئين، يعني نعمل برمي سريع عن الاحتياطي الفيدرالي، شو الأسس، شو دور الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق. رح نحكي أيضا عن الأرقام اللي عم تصدر كانت مؤخرا ومعدلات الفائدة وغيره، ومن بعدها رح نعمل يعني مشي سريع على السيناريوهات وشو تأثير السيناريوهات على الأسواق وتحليل فني على منصة متل تريد فور. رح نبدأ أول شيء بنظرة سريعة عن شو البنك الاحتياطي الفيدرالي. هو نظام مصرف المركزي للولايات المتحدة الأمريكية وأنشأوه ب 1913. كنا نحن في السابق كان في كثير تعثرات مالية عم بتصير، وخاصة يعني هذه كلها زادت من رغبة الولايات المتحدة إنه تخلق مركزية لقرار السياسة النقدية، واللي هو هذا الشيء صار. ومن بعد صارت المركزية بنوع ما، يعني نحن نعرف الفيدرالية اللي هن الاحتياطي الفيدرالي بتألف من 12 ديستريكت أو 12 مقاطعة، كل واحدة عندها منطقة معينة تنظر لها اقتصادياً، وكلهم بيبقى في لهم إشراف من المجلس الاحتياطي الفيدرالي اللي هو بيكون عم يراجع. لكن احنا في عنا 7 أعضاء دائمين و12 عضو اللي هن الرؤساء كل بنك احتياطي فيدرالي. يعني في عنا بنك احتياطي فيدرالي نيويورك، في عنا بنك احتياطي فيدرالي شيكاغو، سانت لويس، كل هودي في لهم هيد، وهيدا الهيد او التشيرمان هو بيكون بالاف ام سي فيدرال اوبن ماركت كوميتي او لجنه السوق المفتوحه، يعني باتخاذ القرار حول السياسه النقديه. اجتماع الاحتياط الفيدرالي بيجتمع كل 6 اسابيع، يعني تقريبا عم نحكي 8 مرات بالسنه، وبعد بعد الاجتماع بثلاث اسابيع بيصير في ايضا اصدار للمحضر تبع الاجتماع. وباجتماع كل اجتماع اخر، يعني في اجتماع بيخفي بعدين في اجتماع اخر بيصدر فيه ايضا economic projections او توقعات اقتصاديه، بالاضافه لمخطط نقطي اللي هو dot plot، يلي هي بيفرجينا توقعات الاعضاء حول معدلات الفائده، اذا رح ترتفع اذا رح تنخفض وغيره. ايضا رح نلوق على هيدا في سياق الويبينار. رح نبدا بعد ما عرفنا شو هو البنك الاحتياطي الفيدرالي وشو هو الدور الاساسي. الدور الاساسي نحن يعني من اهم الاسس اللي نحن بنتبعها يعني بخصوص التداول والاستثمار وغيره هي إدارة السياسة النقدية. شو يعني إدارة السياسة النقدية؟ عنده الاحتياطي الفيدرالي عدد أدوات فيه يستخدمهم، يعني هن معدلات الفائدة، يعني هن العمليات المفتوحة اللي هي شراء الأصول من الأسواق، وأيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك، هذه بيقدر يتحكم فيها لحتى يتحكم بالسيولة أو بالوفرة الأموال الموجودة أو بحالة الأموال الموجودة في الأسواق، ومن خلال العرض بيقدر هو يدير السياسة النقدية ويدير الاقتصاد. والهدف الأمكن الأبرز هو full employment، يعني تحسين التكمين الاقتصاد الامريكي من خلق اكثر عدد من فرص العمل وتخفيض معدل البطاله بقدر الامكان. وهذا طبعا مع التمكن من يعني رفع سوق العمل، يعني labor force او مشاركه في سوق العمل. ايضا في رسم بيان رح نتحدث عنه على هذا الموضوع. كنا في الفتره الاخيره عم نسمع احتياط الفيدرالي انه في هبوط في معدل البطاله، ولكن ايضا الهبوط ما عم يكون فعليا، ما في عندنا خلق وظائف. فلق رح نحكي عن كيف يعني كيف بيعني الاحتياطي الفيدرالي انه التحصن عم يصير على سوق العمل منه كافي او هو فقط رقمي. ايضا من الاساس هو ستيبل برايسنج او الانفليشن،
محافظة على القدرة الشرائية للمستهلك ومحاربة التضخم أو الكسر. نحن نعرف لما يرتفع التضخم بصير في غلاء، يعني بصير في غلاء في الأسعار، هذا الغلاء في الأسعار بياكل من القدرة الشرائية للمستهلك. واحدة من أهم الأسس هو المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك عند healthy levels نحن بنقول إنها تقريبا بين 2 و 3%. الفترة الأخيرة بعد يعني الرد اللي كان على جائحة كورونا صار في ارتفاع بمعدل التضخم لأسباب عدة، وهذا الارتفاع بنظر الاحتياطي الفدرالي هو ارتفاع مؤقت، ومن بعد المستويات راح تعود لطبيعتها. عادة بالنظام التقليدي لما يكون في ارتفاع معدل التضخم بجرب المصرف المركزي تقليل معروض العمليات في الأسواق، أي يعني عبر رفع معدلات الفائدة، أو إذا في حال كان عم يقوم بمشتريات الأصول بخفف هذه المشتريات لحد ما انه يكون في كبح للتضخم الحاصل. فهذا الشيء اللي كان عم تتوقعه على الاسواق، ولكن احتياط الفدرالي بما انه عم يقول انه الارقام هي مؤقته ما راح يتدخل لكبح التضخم المرتفع، ولكن راح ياكد توظيف اكثر في سوق العمل، وهذا الشيء هو من اولويات الوقت الحالي. استمرار التوسع الاقتصادي يعني عم نحكي عن نمو، يعني بهم الاحتياط الفدرالي على طول انه يكون عم يخلق جو ملائم للاستثمار اللي هو بيزيد من قدره الاقتصاد. وايضا هذا كله بيترافق مع معدلات فائدة طويلة الاجل معتدلة، يعني لا تكون معدلات الفائدة مرتفعة جدا اللي هي بساعتها بتأثر سلبا على الاقراض، ولا ايضا تكون منخفضة جدا اللي هو ايضا في لبعض التداعيات في الاقتصاد. ما هو دور البنك الاحتياطي الفدرالي كمان بالشق الاخر؟ يعني احنا حكينا عن السياسة النقدية، ولكن في عنده ايضا امور اخرى بيهتم فيها اللي هو تعزيز استقرار النظام المالي وتجنب التعثرات والازمات المالية اللي احنا بنقولها سيستميك ريسك، يعني مثل ما صار بال 2008 الفاينانشال كرايسيس او الازمة المالية. الاحتياطي الفدرالي بجرب يقوم بالعديد من الخطوات ليضمن سلامة النظام المالي واستقرار النظام المالي، بحيث انه ما بيتاثر سلبا في الخضات الاقتصادية اللي بتصير وغيره، فبهذه الطريقة بيكون هو عم يحمي المودعين. ضمانة شفافية واستمرارية المؤسسات المالية هذه سبعة من الأولويات، وشفنا تدخل الاحتياطي الفدرالي خلال جائحة كورونا لاستمرار عمل المؤسسات، وهلا أيضا رح نذكر شو الخطوات اللي كان فيها خلال جائحة كورونا. يعزز سلامة وكفاءة نظام الدفع والتسويات المالية، نحن نعرف أن الدولار هو العمل الرئيسي في العالم كالاحتياطية World Currency Reserve، فطبعا هذا الشيء بيتوجب على الاحتياطي الفدرالي أكثر أنه يكون عم بيضمن كفاءة نظام الدفع اللي عم بيصير وتبادل العملات. حماية المستهلك وتنمية المجتمع، طبعا المستهلك هو لما يصير في أي مشاكل في الاستثمار أو بالنظام المالي ككل هو راح يكون متأثر بالدرجة الأولى، فهو بجرب يخدم فيه بخفف هيدا المخاطر ليكون عم بيحمي المستهلك، وأيضا عم بيساهم بتنمية المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية. دور الاحتياطي الفدرالي خلال الجائحة، شو كان عم يقوم الاحتياطي الفدرالي خلال الجائحة؟ نحن قبل الجائحة نعرف معدلات الفائدة كانت مرتفعة نوعا ما، فقام بالخطوة الأولى لما صار في فيروس كورونا وتأثر طبعا الاقتصاد وصار في توقيف للحركة الاقتصادية ككل حول العالم، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة. تخفيض معدل الفائدة بيساعد على الاقتراض وتسهيل الاقتراض، مما بيدعم المستثمرين انه هن ياخذوا هذه القروض ويفتحوا فيها يعني سبل استثماريه معينه بتقدر هي بتحفز الاقتصاد. توجيه الاقتصادي او الفورورد جايدنس، يعني هو كان عم يحط خطوات لعوده الاقتصاد على السكه الصحيحه ودعم الاقتصاد. انشا برامج مشتريات الاصول اللي هي اللي هلا رح تاخذ ضجه الحديث كله، وكان الحديث في الفتره الاخيره كلها عن مشتريات الاصول، وبالوقت الحالي عم يشتري 120 مليار دولار سندات في العام، 80 مليار منهم سندات و40 مليار منهم اللي هن مدعومه برهن او موركج باك بتقلون. فهني هذه البرامج عادة بيصير في تخفيف تدريجي لها، وما بس يخلص من برامج مشتريات الأصول بيقوم الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة، وهذا الشيء كنا نحن شدناه خلال عام 2020، يعني تقريبا بالتيبر تيبر تانترم من 2013 ل 2015 وبالجاي. يعني أول شيء احتياطي الفدرالي بعد نكسة العالمية اللي صارت 2008 تقريبا كان ببرنامج شراء أصول أول ثاني وثالث، بعدين أنهاهم، ومن بعدها بفترة صار في رفع على معدلات الفائدة. تم ايضا بافراج شركات الاوراق الماليه ودعم السيوله تبعها، دعم صناديق الاستثمار الماليه او صناديق الاستثمار في سوق المال، تم بعمليات اعاده شراء الاوراق الماليه اللي هي هذه بيكون فيها ليحفز السيوله ويساعد يكون في سيوله، الاقراض المباشر للبنوك لانه نعرف نحن بهيدي الازمه صار في بانك ران، يعني العالم صارت عم تتهافت على الاموال من البنوك، وهذا الشيء كان بيهدد النظام المصرفي ككل، فقام الاحتياطي الفدرالي باقراض مباشر للبنوك، تخفيض المتطلبات التنظيميه. يعني احنا بنعرف البنوك الكوميرشال بانكس هن مجبورين انه يكون في عندهم احتياطي الزامي عند البنوك، بالحالات الصعبه بتقوم البنوك بتخفيف البنوك المركزيه بسماح بتخفيف هذه المتطلبات
بحيث بيعطي سعة أكثر للبنوك، البنوك بأنه تقرض أو توفر قروض للعالم، وأيضا توفر أكثر سيولة، دعم القروض لشركات صغيرة ومتوسطة لأنه هي أكثر شيء بتتأثر بالنكسات الاقتصادية وبتؤدي للإغلاق، وهذا الشيء طبعا بيؤدي لبطالة مرتفعة. فحتى يتجنب كل هذا الموضوع قام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، دعم القروض للمؤسسات غير هادفة للربح الـ NGOs، أيضا صار في إخراج مباشر لحكومات الولايات والبلديات في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يعني على صعيد ولاية وعلى صعيد بلدية غير ما عم نحكي على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية ككل، وأيضا دعم سيولة في السندات البلدية اللي هي شيء أساسي. لما يدعم هذه السيولة يعني هو مثل كأنه عم يقوم بتمويل للبرامج اللي هي بتساعد المجتمع. معدلات فائدة عم نشوف هيدي من سنة السبعين لليوم، عم نشوف معدلات فائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بسنة الثمانين تقريبا كانت وصلت لحدود 20% 19% تقريبا، وعم نشوف من وقتها بعد كل يعني بيكون في ارتفاع لمعدلات الفائدة، بيجي نكسة اقتصادية بيصير في هبوط لمعدلات الفائدة. مؤخرا كنا عم نشوف هون بعد الدوت كوم بابل بسنة 2000 صار في تخفيض لمعدلات الفائدة بشكل كثير ملحوظ، بعد تحسن الاقتصاد وتعافيه لصوب بسنة 2007 2008 هيدي ارتفعت معدلات الفائدة، بالانهيار المالي اللي صار في عام 2008 صار في تخفيض للمعدل الفائدة لقرب الصفر، ومن بعد صار في رفع لعام 2019، ومن بعدها صار في هبوط، وعم نشوف هون على جائحة كورونا كيف صار في تخفيض لمعدلات الفائدة بشكل واضح لمستويات الصفرية تقريبا. فعم نشوف يعني نحن بالمعتاد لما يصير في عودة الاقتصاد والنشاط الاقتصادي والنمو الاقتصادي بيروح المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة عام جديد. عم نلاحظ نحن انه في قوى منخفضة بهذا الموضوع، هذا الشيء بيعود لعوامل كثرة منها ديموغرافيكس يعني او ديموغرافية، وهذا الشيء هو رفقنا. فهلا الاسواق عم تترقب انه بس يرجع يتحسن الاقتصاد في الاونة في يعني المستقبل انه تكون عم ترجع ترتفع معدلات الفائدة عن جديد مثل ما شفنا في هذه الارتفاعات اللي كنا شفناها في السنوات السابقه. هذه قائمه الميزانيه او ما يعرف بالبالانس شيت اللي هي بتكبر عند زياده مشتريات الاصول عند البنوك المركزيه، فنحن عم نشوف انه زياده الموجودات يعني لما يشتري مصرف مركزي اصول يعني عم بزيد الموجودات، عم نشوف انه كان ب 2019 تقريبا عم تلامس 4 تريليون، ب 2020 وصلت لتقريبا 7.3، وبالوقت الحالي تقريبا عم تلامس 8 تريليون دولار، يعني بنحكي بشكل دبل، يعني عم نحكي الاموال اللي قام بضخها الاحتياطي الفدرالي الاسواقي بتلامس تقريبا 4 تريليون، اللي هن هودي كانوا اكثر من اللي كنا نحن عم نشهدهم في عام 2019. المخطط النقطي اللي هو اليوم الابرز في اجتماع اليوم، المخطط النقطي هن نحن بنعرف كما ذكرنا في 19 عضو في الاحتياطي الفدرالي بالوقت الحالي 18. هودي بحطوا مثل بيعملوا مثل تصويت انه هن وين بيشوف معدلات فائده عام 2021 22 23 وبعد 2023. في الاونه الاخيره او بالاجتماع الاخير اللي شدناه نحن بشهر اذار، يعني هيدا محدد لشهر اذار، عم نشوف نحن انه كان في 7 اعضاء عم يتوقعوا رفع معدلات الفائده، هون عم نشوف نحن هيدا معدل الفائده، وهون السنوات يعني بالاسفل هن السنوات، وهون عم نشوف نحن معدلات الفائده. معظم الاعضاء كانوا عم يتوقعوا معدلات فائده تضل بالقرب من الصفر اللي هي بوقت الحالي. عم نشوف 7 اعضاء هون كانوا عم يتوزع توقعاتهم، البعض منهم كان عم يشوف انه بين 0.25 و 0.5%، اخر بين 0.5 و 1%، ثلاثه بين 0.75 عفوا و 1%، وبين 1 و 1.25% كان عم نشوف ايضا اثنين من اعضاء الاحتياطي الفدرالي عم يقوموا بهالتوقعات. هي التوقعات هي بتعتمد على طبعا التحسن الاقتصادي، تحسن معدلات البطاله، استمرار النمو، وايضا محافظه على اسعار معتدله، هذا الشيء اللي هي بتوقف وراء توقعات الاعضاء. في حديث انه بعد الارتفاعات اللي شدناها بالتضخم انه مزيد من الاعضاء عم يتوقعوا انه رفع معدلات الفائده بوقت اقرب، وهذا الشيء هو بيترجم على الاسواق، يعني لما تتوقع رفع معدلات الفائده بوقت اقرب، هذا الشيء بيقوم بدعم الدولار الامريكي اللي هو واحد من السيناريوهات اللي رح نتحدث عنها. توقعات معدلات الفائدة هون بالنسبة لسوق السندات، عم نشوف انه نحن الاسواق بالوقت الحالي ما عم تسعر اي رفع، يعني عم نشوف هون لحد 26 يناير 2022 الاسواق بتشوف بنسبة 79.1% انه معدلات الفائدة رح تبقى كما هي عند تقريبا المستويات الصفرية. وايضا في شيء لافت اللي بنشوفه نحن في الوقت البعيد يعني 2022 في بعض التوقعات انه يكون في ايضا كت يعني مزيد من التخفيض لمعدلات الفائده او الذهاب الى المعدلات الفائده السلبيه.
هون عم نشوف معادلات التضخم اللي عم تكثر الحديث عنها، هيدا عم نشوف على اساس شهري، يعني هيدا التغييرات في معادلات التضخم على اساس شهري. كنا عم نشوف ارتفعت ل 0.8 الشهر الفائت، عم نحكي عن شهر 4، وبشهر 5 بايار للقراءه اللي كانت صدرت نهار الخميس عم نشوف ارتفاع 0.6%، وهي الاعلى تقريبا منذ 2008، ولكن عم نشوف بعض الهبوط يلي هو ممكن يدعم الاحتياط الفيدرالي بحديثه انه التضخم هو فقط مؤقت. عم نشوف هون ايضا معدل البطاله اللي هو بالاصفر، ومعدل المشاركه في سوق العمل اللي هو بالاحمر. لما تخف معدل المشاركه في سوق العمل طبعا يعني الناس اللي عم يطلبوا عمل هن اقل، وهذا الشيء مع الوظائف المتوفره هذا الشيء بيهبط بمعدلات البطاله. فهذا الشيء اللي كنا عم نشوفه، يعني عم نشوف تحسن الاقتصاد اللي صار هون، صار في ارتفاع لمعدل البطاله بعد الكرايسيس اللي صار في 2008، ومن بعدها صار في هبوط واضح في معدل البطاله بعد دعم الاقتصاد احتياطي الفدرالي للاقتصاد وعوده الاقتصاد على السكه الصحيحه. كنا عم نشوف من عام 2015 عوده الناس لسوق العمل، ولكن بعد جائحه كورونا صار في هبوط واضح، صار في ارتداد شيء بسيط لسوق العمل. في هبوط طبعا بمعدل البطاله عن جديد بعد ما كان ارتفع، ولكن بهمه الاحتياطي الفدرالي انه المشاركه في سوق العمل ترجع تعود لمستويات مرتفعه ويهبط فيها، يهبط ايضا معدل البطاله. هون بيكون في تغيير نوعي في سوق العمل اللي هو الشيء اللي بيتطلبه الاحتياط الفيدرالي. اذا نحن عم نشوف هبوط بمعدل البطاله وذلك سببه انه هروب الناس من سوق العمل، هذا الشيء منه يعني ما بيعطي دلاله نوعيه لتحسن الاقتصاد. فهون نحن بنشوف لما الاحتياط الفيدرالي يحكي عن انه الهبوط بمعدل البطاله منه هبوط حقيقي. السيناريوهات المحتمله لهذا الاجتماع، ما في اجماع يعني في الاسواق على انه اليوم الاحتياط الفدرالي ما راح يقوم بتغيير السياسه النقديه، يعني معادلات الفائده راح تبقى كما هي، وايضا مشتريات الاصول راح تبقى كما هي. ولكن هون راح ينتقل الحديث لوين؟ نحن بنعرف كما ذكرت بالاول انه راح يكون في حديث عن راح يكون في توقعات حول التضخم النمو وغيره. في حال صار في رفع زائد لتوقعات التضخم، هذا الشيء راح يحرك اسعار السندات، راح يحرك عوائد السندات، وهذا الشيء راح يعطي بعض الايجابيه للدولار. من ناحيه اخرى، في اذا لمح جيروم باول انه في هذا الاجتماع صار في حديث عن فتره تخفيف مشتريات الاصول، او انه بلش الحديث عن الذهاب او التوجه لتخفيف مشتريات الاصول، ايضا هذا راح يدعم الدولار الامريكي لانه هذا في انتظار الاسواق في انتظاره. اما في حال نحن شدنا طبعا لا تغيير في السياسه النقديه، ولكن تاكيد على انه التضخم مرحله والاسواق لا تزال او الاقتصاد الامريكي لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم والتحفيز عبر برامج مشتريات الاصول وهي باقي في الوقت الحالي، هذا الشيء راح ياثر سلبا على الدولار الامريكي. نحن نعرف انه راح يكون في استمرار للسياسه النقديه بالوقت الحالي، وراح يصير في شراء يعني مثل شراء للوقت للمستقبل. اما نحن نعرف بالنهايه راح يوصل الاحتياط الفدرالي لمرحله بده يخفف برامج مشتريات الاصول، ولكن الاسواق عم تلعب على وتر انه متى راح يصير في هيدا التغيير واللي هو راح ياثر على الاسواق. هون السيناريوهين المفضلين يعني اليوم طبعا بالاضافه للنظر للمخطط النقطي اللي كنا عم نتحدث عنه، كل ما نشوف نحن اكثر من الاعضاء عم يتوقعوا ارتفاع معدلات الفائده بوقت اقرب، هذا الشيء يعني ايضا بيحكي انه رفع انه تخفيف مشتريات الاصول في وقت اقرب، وهذا الشيء داعم للدولار الامريكي. رح ننتقل الى منصه ميتا تريدر 4 لنقوم بجوله سريعه على العملات الذهب وداو جونز اس ام بي وناسداك. هذا امامنا عم نشوف اليورو، رح نبدا باليورو دولار. اليورو دولار هو لانه حركته معاكسه للدولار اندكس، فنحن لما نشوف اليورو دولار يعني تقريبا عم نشوف الدولار اندكس امامنا بشكل مقلوب. عم استعمل على الرسم البياني معدل 21 اكسبوننشال وايضا معدل ال 200، يعني هذا عم يعطينا، عم استعمل هون الرسم اليومي، فهذا عم يعطينا 200 نهار بالاضافه ل 21 نهار عم نشوف تقاطعات بيناتهم. اذا نحن بنطلع على المستويات الاساسيه لليورو بالوقت الحالي واللي هي ايضا رح تنعكس، يعني عم نشوف نحن هون اللي بنشوفه هبوط مثلا في اليورو هو يعني ارتفاع الدولار والعكس صحيح. نحن عم نشوف بالايام الاخيره كان في لوور هايز اند لوور لوز على اليورو، يعني صار في مرتفعات منخفضه وايضا صار في مخفضات اكثر، يعني كنا عم نشوف هون هيدا لو بعدين لوور لو بعدين لوور لو، كيف في عندنا هاي بعدين لوور هاي بعدين ايضا لوور هاي، هيدي عاده بتعطينا انه في توجه سلبي في الاسواق. ولكن هذا الشيء ايضا في يكون رسمه علم اللي هي عاده بتكون مكمله للحركه السائده، يعني احنا كان في عندنا حركه صار في علم ومن بعدها بصير في ارتفاع للاعلى. هيدا السيناريو نحن ممكن نشهده في حال صار في ضعف للدولار الامريكي في حال استمرار الاحتياطي الفدرالي في النهج الحالي. ولكن في حال شفنا نحن
تحسن بنظره الاحتياط الفيدرالي، ذهبنا اكثر لنظره القويه على الاقتصاد، هذا الشيء بيعطينا اعاده اختبار لمستويات ال 20 تقريبا، او هيدا المنطقه، هيدا النطاق اللي هو كان في السابق نطاق اساسي وكان عم نشوف منه ارتدادات بالاونه الاخيره، يعني بهيدا النطاق تقريبا ممكن يكون في اعاده اختبار له، يعني نشوف اليورو عم بيرجع يهبط لدون مستويات ال 20 50 وهونيك بيقترب من ايضا المتوسط المتحرك الاصلي ل 200 دولار. رح احدد المستويات بشكل واضح شوي على الرسم، يعني اذا احنا بنروح على رح نبلش بالتايم فريم الكبير ومن بعدها رح نرجع ننتقل للاصغر، يعني اذا نبلش على الاتش 4 شارت عم نشوف نحن بالفتره الاخيره صار في عده مرات محاوله لكسر مستويات 22 50 ولكن صار فشل، فهذا المستوى هو مستهدف اساسي في حال رجعنا للاتجاه الصاعد، وايضا من بعد 23 50. اما بالنسبه للهبوط يعني عم نشوف كنا بعض الدعم على تقريبا مستويات ال 1.20 90 وبين ال 20 50، هيدي نقطه منطقه الدعم، ومن بعدها عم نحكي عن المنخفض السابق اللي هو 19 80، يعني الكسر من هون بيرجع بياخذنا اسفل للاسفل لتقريبا 19 80 عم نحكي على اليورو دولار. لننتقل للجنيه الاسترليني مقابل الدولار، ايضا بالفتره الاخيره كنا عم نشوف نحن تداول عرضي تقريبا على الجنيه الاسترليني، عم نشوف هذا التداول العرضي بالفتره الاخيره، امس صار في كسر ايضا واضح على الجنيه، عم نشوف نحن هون كان في عنا مثل خط اللي عم يعطينا بعض الدعم، صار في كسر ولكن فشل الجنيه الاسترليني في يعني الاغلاق دون هذا الخط، وصار في ارتداد واضح لمعدل 21. فاذا بنطلع نحن على المستويات الاساسيه هون كان في عنا راس ركبتين مقلوبين في السابق، يلي هي كان في عنا هيدا الفورميشن على الجنيه الاسترليني، من بعدها صار في ارتفاع، وهون عم يصير في عنا مثل راوندينج توب، هيدي الراوندينج توب مقلقة في حال رجعنا هبطنا دون مستويات ال 1.40، لأن هيدي بترجع بتودي بالزوج لتقريبا مستويات ال 38 26، بيكون قرب متوسط متحرك ال 200 نهار، ومن بعدها هون بيصير في إعادة نظر إذا كان رح تساعد الأساسيات الاقتصاد لدفع الجنيه الاسترليني مجددا للأعلى، هيدي في النظرة السلبية. بينما في النظره الايجابيه عم نعتبر نحن هون انه بصير في ارتداد، وهذا الارتداد بيرجع بيدفع فينا بالاعلى كنقطه اولى لمستويات 42 44 ومن بعدها 43 45. يعني رح نحدد، رح نروح على التايم فريم اصغر ونحدد على هذا الاساس، هذا هو خط الاتجاه اللي كنا عم نحكي عنه، اللي كان عم نشوف خط الدعم مره 2 3 4 5 و6 وصار في كسر تحته ولكن فشلنا بالاغلاق، فالعوده دون هذا الخط هو اساسي، ومن بعدها بنرجع نتحدث عن مستويات 1.40 ومن بعدها عن مستويات 1.32 20 تقريبا، هذه مستويات اساسيه في حال السيناريو السلبي، بينما على السيناريو الايجابي عم نحكي في يعني كمستهدف اول هو 42 45 ومن بعدها نرتفع على مستويات 43 85 اللي هي كانت القمه اللي سجلناها خلال 2018. هذا الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، عم نشوف الدولار الامريكي مقابل الين الياباني ايضا عم نشوف في ارتفاعات ولكن عم يصير في من بعض ارتدادات، ما عم يقدر السوق يكفي بنفس الاتجاه، عم نشوف هاير هاي وهاير لوز، هذا الشيء ايجابي، يعني عم نشوف هاير لوز وعم نشوف ايضا هاير هايز، ولكن هلا نحن كنا عم نسجل لور هاي، فالنظر هون اذا رح يرجع يعود الدولار الين لهذا خط الاتجاه للاسفل وبصير في كسر عن دولار سلبي ومن بعدها بنرجع نهبط لمستويات 167 تقريبا، بينما في سيناريو ايجابي للدولار ودعم لعوائد السندات بنرجع نطلع مرتفع لمستويات 111 مجددا، رح ارجع احط ايضا هذه المستويات، يعني رح نحدد او يحط الاتجاه الصاعد بهذه الطريقه، وايضا هون عم نشوف القمه السابقه اللي هي بالوقت الحالي عم نشتغل عليها تقريبا على مستوى 109.75 110 30 ومن بعدها مستويات 110 90، يعني هذه هي مستويات اساسيه عند كسر خط الاتجاه، عم نحكي نقطه دعم اولى 109 17 من بعدها 108 35 ل من بعدها 107 40 تقريبا، يعني هودي هن المستهدفات او المستويات الاساسيه، نقاط الدعم والمقاومه للدولار مقابل الين الياباني. رح ننتقل للذهب اللي كان عم يتداول بشكل واضح، يعني بعد ما صار في عندنا دبل باطن او قاع مزدوج بخلال شهر ثلاثة ومن بعدها صار في هبوط في عوائد السندات وهذا الشيء كان داعم وصار في ارتفاعات واضحة على أسعار الذهب، عم نشوف نحن بالوقت الحالي عم بصير في تصحيح، وهذا التصحيح عم بيكون على شكل علم اللي كنا نحن رسمناه أيضا
على اليورو دولار. يعني احنا هذا الهبوط اللي صار من يومين لمستويات ال 1840 هو واضح بهذا الشكل. يعني عم نشوف نحن التداول اللي صار بهذه الطريقه، والوقت الحالي نحن عم نتداول بشكل عرضي بما انه الاسواق عم تترقب اجتماع الاحتياط الفدرالي. اذا نحن بنقرب اكثر شوي على الرسم عم نشوف 1870 نقطه اساسيه، والعوده فوق ترجع تدفعنا بالطريقه الاولى لل 1900 ومن بعد 1916، بينما على السيناريو السلبي 1840 بيبقى مستوى اساسي، بيبقى مستوى 1850 مستوى اساسي، وايضا 1840 يعني هو مستويات السابقه هي مستويات اساسيه. في حال هبوط الذهب عن 1840 رح نرجع نتحدث عن الكسر اللي صار قبل تقرير وظائف اللي صدر في شهر ايار مايو، وصار في الارتفاع ماراثوني فوق مستويات 1800، هونيك بنكون عم نرجع نحن نعيد ونختبر مستوى 1807 تقريبا. فهي المستويات الاساسيه للذهب، يعني كسر فوق 1870 رح يرجع ايجابي وفينا نرجع نعمل رالي لل 1900 ومن بعد 1916، بينما الفشل هون والقوه للدولار او حديث الاحتياط الفدرالي عن تخفيف مشتريات الاصول ممكن يرجع يدفع باسعار الذهب لمستويات ال 1800 تقريبا. اذا ننتقل للداو جونز يلي كان عم يشهد ايضا تراجع في الفتره الاخيره، وذلك بعود لتراجع عوائد السندات وتاثر القطاع المصرفي يعني بهذا الموضوع بشكل واضح. كنا عم نشوف تراجع واضح للداو جونز، ما قدر يكسر القمه مثل ما عملت داو اس ام بي وناسداك، يعني كنا عم نشوف القمه تقريبا على 35100، بينما الداو جونز فشل عن مستويات ال 34860. بالحديث الايجابي والنظره الايجابيه اكثر للاقتصاد واستمرار في تحفيز الاقتصاد، هذا الشيء ممكن يرجع يدفعنا لمستويات 34860. يمكن يصير في تباين في اداء الاسهم، يعني في حال هبوط عوائد السندات الداو جونز ممكن يكون الاضعف بين المؤشرات الاسهم، والافضل يكون الناسداك والاس ام بي. في حال ارتفاع عوائد السندات الداو جونز ممكن يكون محافظ عند مستويات 34300 وما فوق، بينما الناسداك هو راح يكون اكثر متاثرين، لانه نحن بنعرف اسهم التكنولوجيا بتتاثر جدا بهبوط بارتفاع معدلات عوائد السندات. فيعني نحن المستويات المترقبه على الداو جونز هن الوقت الحالي نحن عند دعم 34200، عند الكسر نرجع ننزل لمستويات 33700. هذا بخصوص التداولات. رح نحكي بعد عن الناسداك قبل ما نختم. عم نشوف الناسداك يعني بالوقت الحالي هو صامد، يعني في خط اتجاه بهذا الشكل، هو بيتداول عنده الكسر اول دعم بيكون عند خط الاتجاه، ولكن كسر خط الاتجاه بيرجع بيدفعنا لمنطقه 13700 اللي هي كانت منطقه اساسيه هون. البقاء فوق هذه المستويات والعوده مجددا للاعلى راح يخدنا لمستويات 14267 تقريبا، او فيها نرسم بشكل واضح هذه القناه اللي عم نتداول عليها، ومن بعدها بنصير نحكي على ارتفاعات بتلامس راس هذه القناه في المستقبل. هذا كل شيء بخصوص الندوه اليوم. في حال عندكم اي من الاسئله بتمنى عليكم تكتبوها. بنحب نذكر انه كل الاخبار والتحاليل اللي ذكرناها اليوم فقط هي لاغراض تعليميه، ما بينبغي اخذها كاشاره لشراء او بيع اي اداه ماليه معينه، واي سي ان ما بتقدم اي نصيحه استثماريه. حدا عنده اي اسئله قبل ما ننهي؟ ممتاز، اذا كان هذه هي الندوه لليوم، نتمنى للجميع التوفيق بتداولات اليوم على اجتماع او قرار الاحتياطي الفدرالي، واهم شيء انه نتبع خطوات التداول الامن، ما ناخذ مخاطره كثيره على الحساب حتى يعني نتجنب اي تحركات قويه في الاسواق انه تكون عم تاثر سلبا على الحساب. هذا كل شيء لليوم، بتمنى لكم تداول امن وشكرا على متابعتكم.